دفعتي لبي التبناد كقلن تبيس الجامعة الدبادر انترناشنال مقالد هرقيسة أيام أنت حفلت بلاران وقلن تبينا وحلو قسميه هوتيل ماسور مقالد هرقيسة دفعتن وكا كومنيت شم بقول إيا لباتن أردي أيا وحيا هايين كويس كوكوشرا كوة دياري شهادة كوة دي جامعة دا يكوة كلو دياري شهادة لبات دي جامعة دا وحانا دفعتن لبي التبناد كميدها الأردي دي وكترا دا بنيدا مقال كنافدا كا يكونا شهادة كوة دي جامعة دا كدياريا جامعة دا بدر مقالة دا هرقيسة إسلام مركاسينا مدة صدح سنة دودا وصول دبراديق إيا وحبرشادنا إيمان تاكا قلن تبيين حفلة دانو هايد متسوي لوسو أغاسمي وحاكا قيب قلي قدومياها أهنا مرشحا مدحويني حسبيقا معارات كيوعيد إجنار فيصل علي ورابي وزير ركاتر سن حكومة دا حلبانو أقوياهنو وحقرد علماء أودين سياسيين مدح دقاميد يسيدو كلاب قلال كاميدا والدين تا إيمان تا ديدو دوكا فلح دي جامعة دان بدر وغو هرين قدومياها جامعة دا مدانا بروفيسر مبارك إبراهيم آر أي واحد وفافاهين كبيحية دفعة لبي تمنادي مانتا كقالي بدلتي جامعة دا يسيدو كلا واحد جامعة دا دوكا قدو وانتا اي جامعة دا هكلا رهانتي جامعة دان بدر هدان سيقارا وشيغو وحيلاهن أود دا سارنا واحد كوكا وغوميهم سا واحد ويان أرض قمكو جامعة دقانا يو وإن نقطة الشهادة روحيستا الشهادة معترف عالم كا وهدو دلك الدبيدي سو قبحو أو الدمادة ششيه وطغو وإن الشهادة دي سو كشاقين سو جامعات سي تا أهرقلي سي أهرقلي سو رلحان تي دادالة بدن بايكا سمي سي ما أنت جامعات بدن روحي كوچر تا ولبا أي كمت هاي جامعات ها كوبان دلكين أي كمت كا دات بيسكا الدوم كلاوغو تلقلاي جامعة الاعتراف سيهي كاسو اسكا كاشدين ارك جامعات كالدوم كا يهي يد يونسكو جامعة بدر هداد قشو محو هاي مانتا وبسيد كود هداد قشو وهاي كجرتا جامعة المعترف كا اي سومال للمتكوية لا اي كدوان قشان دات بيس كالدوم كا جامعة المعترف كاللاوغو تلقلاي مانتا جامعة بدر وحاي كجرتا هداد قشو ارك جامعة كعربتا اركاسي جامعاتها اي ليهين اي منبرك كين جامعاتك عرب طولن اي جامعات دا بدرنا اي حمي كتو يكوشرتا سيدو كلما انت هداد قشو اركا اما هي ادى تعلين تساري اي دادك تركيك هداد قشو وبساد كيدا وحاد كيريس جامعات دا بدر اينا يتاهي جامعاتها كلي اي دكروبو دلقا اعتراف سي دالك تركيك اينا يتاهي قود هم با جامعات دا بدر رنتي وحاويان جاهده ديدو وامل ملك سرنتي aad kaga heli karto master's degree iyo shahaado ka saraad ka diyaarin karto dhanka kale qaar kamid ah gudida sare ee jaamacadda ayaa iyaguna hadalada iskaga doomaray waxayna hanbaliyeen ardayda iyagoo sidoo kale la sheegay loo baahan yahay in cilmigan ay barteen ay bulshada ku anfacaan waa inay sidee u dadaaleen si ka daran ay u sii dadaalaan waayo waxa taagan yihiin albaabkii adduunyada iyo horumarinta noloshooda ayay qaybti ugu muhiimsan ee hortaageen oo tadduu taageeyeen waxa jaamacadda ka qadin jabinaya 520 arday oo isugu jira takhasusaadka kala gadisan iyo kullada kala gadisan dhamaantood waxaan la hanbaliyo hanbaliyo waxaan idin dardaarmaynaa alla ka cabsii waxaan idin dardaarmaynaa xadiga Ilaahay ina qabsataan waxaan idin dardaarmaynaa cilmiga barateen ina ku dhaqantaan oo fulisaan waxaan idin dardaarmaynaa dalkiina inaa ilaashataan ku dadaashaan horumarkiisa iyo hagaajintiisa gudoomiyaha ahna murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee u cid jeneraal Faisal Cali Waraabe wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland siyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka siyaasiyiin aqoonyahanno culimo awdiin iyo qaar ka mid ah waalidiinta ay maanta ardaydu ka aflaxayso jaamacadda ayaa iyaguna halkaas ka hadlay waxayna bogaadiyeen maamulka jaamacadda iyagoo sidoo kale u hanbaliyay ardaydan maanta ka qalin jabisay jaamacadda Badar jaamacadda Badar walaa waxaan u ogaa inay dadka maxaabiista ah ee jeelka Hargeysa ku xiran inay siiyaan farsamada gacanta baraan waa sidii ahaan jirtay adduunkiyo qofku ma ku la xiro waanu cilmi lahayn mandeera lagayn jiray dadka oo xabsigaas ahaa oo nijaarada iyo farsamo gacan bal soo barjay soo hadhowta ma ku soo dhameysto oo shaqo helo haddana waxay ku dhirteen
هنا يدك دجا لا هندنا وحبران آدي أدبان وهم بليان ياه والأركيس هنا يتهاي شام عد نظام له وهيكس له وفيش اللبن أركيس الدنيا ما تروح ليبيا ما هقولي سكبري قري علبة ليبيا شري ما تعقون بليبيا دلالة كان شاركينه سنة أول واحد صار أنت سواقان يهان ويجوا عن بدل كده شو كان سير فكان ريموت لي أشرق أيه أو العكس وحرية أما دلالة كان لو يبقيه وهذا رتين دلالة أنت خوف يا كينيا أنا إن لو شو كان يجوا حرف الدل كده كشقيه العكس دل كده يطلع وحنو باهني أنا يا رب بدن إنه صار صار إنه إن هذا إسكيل كده إنه سيف سيف ديفلوب كرينه أو يدوم كا وكل شقته كان يجوا هالكن شو كان صار صاران تكنولوجيا أنا يجي سورة كلي سومالي لانتا أنا يقلي لي أنا ديب كبدان صوم مري ما تنا عدو كبدان له إنا إلى شتام تاسا يجي سورة كلي سي يجي كوكوري نكسو قرادة هنا جامعة لقتار ما مركز شهادة لقى قاتة جامعة سومالي لان كتالا ما جامعة ده سومالي جامعة ده مركز يوروب لا تقوى أما ملك لا تقوى أما أفريقيا أما إيشيا سيستم كلا جمهره لكن تدالك أي موجيين وأنا نمر خاطف فريا وأنا كفر حسنا هاي أدنى ونسود وينيا جامعة البلد أفكستوا أقوم برتوا برتفرديا وأنفقوا مما رزقناكم بالخير أقوم تاسيل تسألون يومئذ عن النعيم قريقة هلا فريسن كوي باهيها قارك قبيبا بناك وصوبها وحبرانيا هذا حيث أشقوا إذا حد فولنتري يسقول هذا كنت أقول بابل لك لكتير وشيد هذه النار سبرتها إذا تك كأموري هذا معلومات هاي أقانت هذا إذا تك وجود دار وهاي علم جو وعيسى وأرسال وأنا وحي لهي سبحانه وتعالى وكوجيم نطقي مبضن وحاد عجيبة ما نقول إن نقول والله اللي مش شيءين إما كم ما دانوا وقادي هذا هم بانوا قادي إن أنت يدوس الرئيسه لكن أرضي ذو أرض نبأ وضع الرئيسة، أرضي ذو أرض نبأ وضع قيمة له. أنا أقول والد والدين وضعهاي، قارب ضن إذا كم إذا معلم بانوها، إن أنت عند الله يقول أنا أقول متهني دين يومهم بليين يوم، إذن كأرض نبأ دين هم بليين يا. معلم علم سواء لو أنت فاعين تقدر يسوع، أدو كام قيّة أدو كل شجع الله بضبه. إن هذا قيمة يسوع، إن هذا قاتين والد كأجل بادي هاي. إنا دوقاتي إنه مسكح هذا كورنيو ما إنكا وكرو قاضيو لحل أتك قاضنا يسوع أدوه كم عاشي أتها يسوع إنه ما ذي عن هاي لابد كوبا حيسوي هاي بقى قطب كوان قات كين يا أرضي ده وحن أتكين لها ون أرضي ده مقل كنا فذكا قفكو هدو باهيها تدكو وضع هايستان وقيم كم قيهين ما هاي اللي يلوبو وحوي بيسا ميسي جامعة بدر بل وحصو إنا نقرح بدن إيو حصو إنا نقرح بدن أي نولان أسميين أيو حبرين وأرين لغا قد دايدو جامعة ده كالنايك قد دايدا ومرحلة مانت والدك يدالك يدادكوبا أردهي أي سو إيغيان وحا أولي مادو أي او دالكي يدادكي كسو عيليو وحا نسي أغبحو امتحانكا دنبه بنجي أهان إياه مسؤولهان وحن كل دردار ميا إن أي كر أقادان هنتي حرفتها كل دوين إيش قطعة أقامتو قف كواين حريصو بلشوينك إلهي سبحانه وتعالى أبو ري يدبوا امتحان إلهي بلشك استعد باتلا سعطبة إلها بلشك استع إلهي وحلا أبو ري وسور رعي دباتو قارة bulshada duunka ilaahay ku nool oo dhibaatooyin la nooleeyay ma jirto inaka bulshadeena dhibta la soo raaciyo waa maxay waa qabyaalada waa reer hebelka meel kasta way gashay la isiga sheekeyn maayo waxyaabaha lagaga baxo dhibaatooyinka bulshooyinka la socda waa aqoonta markasta oo qofka ay aqooni u korodo waxa ummuqda oo uu arkaa oo uu soo baxa xadiga uu jahligiisu leegihay waxa uu soo baxay in waxa ka qarsoon ee aanu barani uu ka badan yahay waxa uu bartay taasii waxa keenaysa in aan aqoonta laga nasanin aqoonta la baranaya mar walba waxa ay wax tar tahay marka ay qofka noloshiisa iyo waaqiciisa wax ka bedelayso
marka ay dhaqankiisa wax ka bedelayso marka ay wax ku kordhinayso ayay maaragtay ay maaragtay mid maxsuulkeedii iyo natiijadeedii la helay ay tahay aan hambalyeynaya dhamaan ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Badar digriiga iyo mastartaba waxaan leeyahay hambalyo aqoonta aad barateen ilaahay subxaanahu wa tacaala allah idinku anfaco in gudoomiyaha jaamacadda Badar abaalkiisa ma gudi karno laakiin waxaanu nagoo dhammaystiran aanu leenahay ilaahay ha ku barakeeyo ilaahay meel kastoo aad jeceshahay ku geeyo waayo wax kalaanu qaban karno ma jirto abaal weyn buu nagu leeyahay maanta walaalayaal waxaad soo hurteen wakhti fara badan waxaad soo bixiseen dadaal fara badan waxaad ilaahay idinka rajaynayaa inuu ilaahay idinku guuleeyo aqoontiina aqoontu ma dhammaato waxa aan doonayay inaad halkaa ka sii wadan aqoonta ugu dambeyn wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland Dr. Axmed Buuxane ayaa munaasabadaasi ka hadlay waxaana uu bogaadiyey ardaydan maanta ka qalin jabisay jaamacadda sidaa awgeed waa inaanu wax fokus ka saarnaa oo aynu awoodeena qaadnaa ta ugu dambeysan waxaad imtixaanka imtixaamada inaynu adkayno oo aynu imtixaanka qishka iyo ka ilaalino oo qofka kalsooni gelinno intiiba hadda waanu wadnaa waxaan rajaynaynaa jaamacadda inaan u soo gudubno iyagana oon ka bilowno registration-kooda iyo cidda ay ka tirsan yihiin marka waxba badan baan sixi doonaa haddii ilaahay ilaahdo waan ka mahadnaqayaa jaamacadda Badar aan u soo noqdo jaamacadda Badarna hambalyaan leehay shaqadaad qabanaysaan dufcaddan 12-aad ee ka qalin jabisay jaamacadda Badar ee magaalada Hargeysa waxaa maanta ku cusbaa inay ka qalin jabiyeen oo ardaydaasi ka aflaxday ay ka mid ahaayeen ardaydii ugu tirada badnaa ee maqalka naafada ka ah kuwaasoo ka aflaxay jaamacad Soomaaliland ku taala markii xafladaasi soo xurantay ardaydii ugu sarreysay ee kaalmaha sare ka galay jaamacadda ayaa abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey goobtaasi Cabd Fataax Xasan Xuseen Xareed Saab TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121